ديال الجماعة أنا ما حضرتش على التكوين ديالها ياك. فأنا كنقول على أن هناك واحد المجموعة ديال حنا هذه منشأة كل حاجة إليها، ولكن كما جاء التدخل ديال الإخوان ديال الأخ سعيد وهو كتبقى من آخر ما يمكن في الوعاء العقاري ديال المدينة العريش، كاع الوعاء العقاري استنفدت عقدنا هذه القرعة هذه غنفوتوها للوكالة. سكت الله يرحمها ولكن شوية سكت، تفضل أستاذ. ما كاين مشكل، ولكن المشكل هو أن الجماعة اللي كتبغي تقتني أو تشتري واحد القطعة على أساس تكون واحد المشروع للمدينة اللي مشروع كتكون بحاجة فستأدي هنا طبعا الحاكم فيها، ولكن أنا كنقول هناك واحد مجموعة ديال المشاريع كنقول على أن مجموعة ديال المشاريع حنا المدينة محتاجين ليها، خاصة أن المدينة كتعرف واحد المجموعة اقتصاد على مستوى ديال السير والجولان، كنقول على أن هذيك تكون أكثر فاعلية في تخفيف السير والجولان إذا استغلناها مستودع السيارات. غتكون كذلك هنا كنقول الملاعب ديال القرب، هذيك المنطقة اللي هي محرومة من ملاعب القرب تكون ملعب القرب، منطقة تكون منطقة تجارية صناعية، مجموعة دول دير واحد المعارض اللي كتقام في واحد جهة أخرى نحولوها لذاك الجهة. هناك واحد مجموعة تظاهرات ثقافية، تظاهرات رياضية، مجموعة ديال التظاهرات حنا بحاجة إليها وما عندناش الأرض. كاين المحطة ديال واحد مجموعة ديال الطاكسيات اللي كتواجد في جهات أخرى تكون تما قريبة. ف كاين نقطة أخرى هو المكتب ديال الحد ديال الصحة اللي عنده نقص في المبرد ديال الأموات. هذيك المنطقة نخصوها لهذا الشيء، هذه واحد مجموعة أفكار أنا كنقولها، ولكن الأرض حنا محتاجين لينا وغنفوتوها. أنا كنظن على أن كاين واحد مجموعة ديال المشاريع، شوفوا الأولويات، إذا كانت الأولوية للفوت للوكالة فمرحبا،